الله يعطيك العافيه. وشاكر لكم تحملوني بس هالخمس دقائق بس اضبط الصحه والحاله النفسيه. نطلع بشيء على قولتهم نستفيد منه ان شاء الله باذن الله. طبعا انتم فائدتكم اكبر لكن في المستقبل باذن الله. هل في ارتباط بين الصحه النفسيه والسعاده؟ طيب هل في ارتباط بين الصحه النفسيه والوظيفيه او المشي او الحركه الرياضه؟ لذلك نخلق لنا جانبين، جانب الصحه النفسيه زائد الصحه الجسديه يساوي السعاده الابديه باذن الله. لذلك انتم من جبركم تجون هنا؟ مع هالامطار وهالخير ما حد جبركم، انتم اللي جيتوا. والله ابو محمد ما مع عصا وقال لكم تعالوا وغصبا عليكم تجون، انتم جيتوا لان ليش؟